بسم الآب ابن الروح القدس إله الواحد آمين. أخوتي الأحبة، قراءة آية اليوم هي من إنجيل يوحنا 17 عدد 20 إلى عدد 21. الكتاب المقدس هنا يعلمنا ويقول: ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط، هذا المسيح له كل المجد يتكلم، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، ليكون الجميع واحدا كما إنك أنت أيها الآب في وأنا فيك، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا، ليؤمن العالم إنك أرسلتني. أمين. مبارك اسمك يا رب. قلت لحبة، لو نلاحظ نقدر نقسم الآية إلى عدد أجزاء، راح ناخذها على جزئين ثلاثة، وناخذ التأمل اليوم يجي مع الآية وصلاة اليوم. الجزء الأول هنا من الآية، المسيح له كل المجد دي يسأل من الآب، ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامي، يعني اللي يؤمنون عن طريق اللي يؤمنون عن طريق التلاميذ، هو إحنا تلاميذ المسيح أيضا، ليكون الجميع واحدا، كلنا واحد، كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيه، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا، ليؤمن العالم أنك أنت أرسلتني. هنا ليكونوا هم أيضا واحدا فينا، يعني إحنا نكون في المسيح له كل المجد. طبعا نقدر نقرأ شوية من إنجيل يوحنا 17 من آية 14: أنا قد أعطيتهم كلامك، والعالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم، كما أني أنا لست من العالم. لست أسأل أن تأخذهم من العالم، بل أن تحفظهم من الشرير. ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. قدسهم في حقك، كلامك هو حق. كما أرسلتني إلى العالم، أرسلتهم أنا إلى العالم، ولأجلهم أقدس أنا ذاتي، ليكونوا هم أيضا مقدسين في الحق. مبارك اسمك يا رب. لو احنا نلاحظ، احنا أخوتي الأحبة، المسيح هنا دي يصلي من أجل التلاميذ، دي يصلي من أجلنا احنا أيضا، يحفظنا من يعني الرب يحفظنا من الشرير. نتكلم عن مجد الرب، تلاميذ المسيح. ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط، يعني مو من أجل ذولاك التلاميذ اللي كانوا مباشرين مع المسيح من كان موجود، بل أيضا من أجل إحنا آمنا بهذا الشيء، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامه. مبارك اسمك. التأمل يجي مع آية اليوم. هناك بضعة أشياء أهم من معرفة أن يسوع فكر في الصلاة من أجلنا. كثيرا ما نقرأ كلمات يوحنا 17 وندرسها كصلاة لتلاميذه في غرفة العلمية، لكن أيضا ألقينا نظرة على الكتب على هذه الآية، فسوف لو ألقينا النظرة على هذه الكتب في هذه الآية سوف نرى أن يسوع يصلي من أجلنا، هؤلاء الذين يؤمنون به بسبب شهادة التلاميذ. هو يريدنا أن نصبح واحد، ويريدنا أن نعيش بنفس الاتحاد، والهدف والشخصية شخصية الله. إذ لم نفعل ذلك، فكيف يعرف العالم أن الله أرسلنا؟ كيف يعرفون بماذا يؤمنون؟ كيف سيجدوا يسوع كمخلصين؟ كيف العالم يرى يفتهم يسوع، يرى يسوع، يؤمن بالمسيح كمخلص؟ لو إحنا ما نتكلم عن مجد الرب، ما نعمل أعمال للمسيح، ليش الخوف؟ ليش المستحى؟ ليش الخجل؟ تجرأوا وتكلموا عن مجد الرب، تكلموا. الصلاة تجي مع آية يوم: يا أبي اغفر لنا وحولنا وساعدنا أن نرى أهم شيء في حياتنا كتلاميذك، اكسر الحواجز التي تفرق بيننا أديان مختلفة، وساعدنا أن نجد الاتحاد حول الأشياء والواحد أهم على الإطلاق، باسم يسوع ربي المخلص أصلي آمين. أخوتي الأحبة،
ربي يبارككم، ربي يقويكم، نشوفكم فيديو ثاني، تصبحون على خير.